Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Atamanna lakum fi sihhatin wa afiyah. Ayuhat talamiz, sanadrus al-yawm al-lughat al-arabiyyah bis-saff al-awwal. Mawdu'una al-yawm الحروف الهجائية. نركز إلى حرف واو، هاء، ياء. الحرف الأول حرف واو، ننطق بحركة قصيرة، فتحة وورقة وورقة، كسرة وفراولة وفراولة، ضمة ووضوء. ثم ننطق بحركة ممدودة، فتحة وواحد وواحد، كسرة وي بسكويت وي بسكويت، ضمة وو طاووس وو طاووس. ثم نكتب حرف واو فوق الشطرة ثم تحت الشطرة، مرة ثانية فوق الشطرة تحت الشطرة. ثم حرف الثاني حرف هاء، ننطق بحركة قصيرة، فتحة ها هدية ها هدية، كسرة هي هلال هي هلال، ضمة هو هدهد هو هدهد. ثم ننطق بحركة ممدودة، فتحة ها هاتف ها هاتف، كسرة هي بهيمة هي بهيمة، ضمة هو زهور هو زهور. ثم نكتب حرف هاء، حرف هاء فوق الشطرة، مرة ثانية طيب. ثم حرف ياء، ننطق بحركة قصيرة، فتحة ياء يد ياء يد، كسرة ي يناير ي يناير، ضمة يو يساعد يو يساعد. ثم ننطق بحركة ممدودة، فتحة يا خيار يا خيار، كسرة يي تعيين يي
سعيد ضم يو يوليو يو يوليو ثم نكتب حرف ياء تحت الشطر مرة ثانية فوق الشطرة ثم تحت الشطرة ثم نقطتين إلى هنا فقط أيها التلاميذ سنقابل في اللقاء القادم إلى اللقاء مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته